أن هذه الجائحة كانت لها عواقب مالية واقتصادية وثقافية ونتائج تكنولوجية أيضا، لكن في قلبها كان هناك أيضا عواقب إنسانية. إن الإنسانية كانت في جوهر هذه الأزمة، ولذلك كان تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد رصد هذا الأمر على مدى السنتين ونصف الماضية. ما رأيناه هو أن الجائحة وضعتنا في اختبار أخلاقي. في البداية كنا نتحلى بالأمل وكنا راضين تماما، لأننا كنا نرى الناس يصفقون في الشرفات وفي البلكونات ويعربون عن تضافرهم، وظننا أننا سوف نتغير. لكن بعد ذلك على الفور اكتشفنا أن هذه ليست الحقيقة. كان الجميع يشعر بالخوف ويشعر بالإقصاء والانسحاب والتهميش، وكل شخص كان معنيا بنفسه والاهتمام بنفسه ولم يكن معنيا بالمستقبل الجمعي للبشر جميعا. ورأينا ما حدث في حالة اللقاحات، وكيف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان منخرطا بشدة في شجب انعدام روح التضافر في مسألة اللقاحات والتي لم تكن موجودة في بداية الأزمة. إذن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يحاول أن يجمع الناس جميعا لكي يتحلوا بمنظور إنساني، والشباب هم منصتنا الأساسية. تعلمون أن كما قالت الفنانة الإسبانية صباح اليوم، كانت تقول لهم أنتم الحاضر، لستم فقط المستقبل وإنما الحاضر، ينبغي أن تكونوا معنا على متن هذه السفينة. هناك الكثير من التفاصيل التي عليكم أن تكونوا على دراية بها. وقال الأمين العام في أجندة إصلاح الأمم المتحدة، وكما أشرتم فخامة الرئيس في خطابكم الأخير في الجمعية العامة في سبتمبر، أنك قد ذكرت أننا علينا أن نستفيد من الجيل الشاب ونجعلهم ينخرطون ويشاركون في هذا الإصلاح. أعتقد أن أحد أهم العناصر والإسهامات التي اقترحها سعادة الأمين العام هو وضع الشباب كعنصر جوهري في عملية الإصلاح. لن نتشاور معهم فقط، وإنما سوف يشاركون بمساهمة حقيقية. وفي ختام حديثي أود أن أقول أنني أعتقد أنني أرى الكثير من التحديات الرئيسية التي يشهدها العالم ويواجهها الآن. ما اتفقنا عليه وما شهدناه وما كافحناه هو التحدي المتعلق بإنقاذ الكوكب، ونحن جميعا متفقون. لكن المهمة الثانية بالنسبة لي والأهم بالنسبة لي هو أن ننقذ الإنسانية، هذا أهم بكثير. إذ يمكن أن يكون لدينا كوكب أخضر وطقس جميل وهواء نظيف، لكن علينا أن نتعلم أن نعيش معا ونحترم بعضنا بعضا، وأن ندرك أن هناك الكثير من الأديان والحضارات والثقافات التي عليها أن تتعايش وتفكر في صياغة مستقبل الإنسانية. إن لم يحدث ما الذي سيحدث عندما تنصلح البيئة؟ أمور كثيرة رائعة، لكن كيف سنعيش بينما هناك اختلافات؟ هذا يهودي وهذا مسلم وهذا مسيحي. هذا هو دور شباب اليوم، عليهم أن يفهموا ذلك، مسألة التعايش. لقد قلتم في حديثكم فخامة الرئيس في سبتمبر في نيويورك حينما تحدثتم إلى دورة الجمعية العامة الأخيرة، ذكرتم فخامتكم، قلت دعونا نضافر نجمع جهودنا جميعا من أجل أن ننقذ مستقبلنا. أقتبس من حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لكم جميعا.